اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بمهاجمة أهداف خاطئة في غزة، معلنا إيقاف طاقم طائرة F-16 لثلاثة أسابيع بعد حادثين وصفهما بالخطيرين. واليوم أجرت الدفاع الإسرائيلية تجربة منظومة إطلاق وتوجيه صواريخ باليستية دقيقة من قاعدة بلمحيم وسط إسرائيل. في المقابل قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إن إسرائيل ستواجه ردا قاسيا إذا غزت لبنان. وفي السياق حذر الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي من عدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدة إسرائيل في الحرب ضد حزب الله، كما ساعدتها في اعتراض الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار من إيران في إبريل الماضي. خيط ومشي.